بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، مع تفسير تتمة آية الدين، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. استدل بها بعض العلماء أو جل العلماء على وجوب الامتثال والإذعان إلى طلب القاضي إذا طلبك إلى شهادة. طلبك القاضي لشهادة، وجب عليك وتعين عليك أن تجيبه، لقول الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لا يمتنع الشهداء من الحضور إذا دعوا إلى الشهادة، ولقول الله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقوله تعالى: إذا ما دعوا، من الذي دعاهم؟ هب أن اثنين حدثت بينهما مشكلة، واحد قال تعالى: معي للقاضي، هل وجوبه متعين أو هو يرفع أمره إلى القاضي والقاضي يدعوك؟ فمن العلماء من قال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، دعاهم القاضي والسلطان. ومنهم من أطلق القول: إذا كان الحق سيضيع ذهب. والأظهر أن التعين والفرضية تجب على الشخص إذا دعاه القاضي. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا تسأموا، أي لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. إذا كان الدين قليلا أو كثيرا لا تمل من كتابته. لا يأتي واحد يقول: كل يوم تكتب، كل يوم، احنا يا أخي أمناء مع بعض. لا، لا تسأموا، لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. وهذا أوثق وأحفظ الحقوق، أحفظ الحقوق وأبعد عن الظنون السيئة. فأنت قد تنسى، أو ينسى الطرف الآخر. فإذا أبرزتما الورقة بخطه وتوقيعه وشهادة الشهود اندفع الشك. فالنسيان من شأن بني آدم، النسيان الذي هو الذهول عن الشيء من شأن بني آدم. لكن ربنا: ما كان ربك نسيا، أما بنو آدم ينسون. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فالرسول ينسى، وحتى الأمور العظيمة قد تنسى. ألم تر أن يوشع قال لموسى عليه السلام: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ ألم تر أن الصديق يوسف عليه السلام لما بشر السجين بأنه سينجو وقال له: اذكرني عند ربك، أنساه الشيطان ذكر ربه. فحتى الأمور الجليلة الخطيرة قد تنسى. يعني يوشع رأى معجزة أمامه، رأى الحوت الميت أحياه الله، واضطرب في المكتل وقذف نفسه في البحر وأمسك الله سبحانه جيرية الماء، ومع ذلك نسي هذا الحدث. فلذلك للاستيثاق اكتب. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. وقد ورد في حديث حسن إسناده، وإن كان في مأمن من الإسرائيليات فإنه يحسن، وإلا فينظر فيه، لكن السند البادي صحيح، أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج كل نسمة هو خالقها، ثم نثرهم بين يديه فرأى آدم إنسانا أضواءهم أو من أضوائهم. قال: من هذا يا رب؟ قال: هذا ابنك داود. قال: كم عمره؟ قال: 60 أو 40.
قال فإني وهبته من عمري 60 أو 40 يعني حتى يكمل 100. فلما جيء لقبض روح آدم قال بقي من عمري 40 أو 60. قيل ألم تكن وهبتها لابنك داود؟ قال ما وهبته شيئا. قال عليه الصلاة والسلام فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، وعصى فعصت ذريته، ومن ثم أمر بالكتابة والإشهاد. أمر بالكتابة والإشهاد. فربنا سبحانه وتعالى حكيم حميد، فمن شرعه أنه قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. من قوله تعالى إلى أجله أخذ عدد من العلماء، بل نقل الإجماع على تحديد الأجل في الديون. مثلا ستسلم الدين، قل بعد سنة، قل بعد سنتين، قل بعد 20 سنة، يبين. أما لا يسمى فالجمهور على الأقل يمنعون من ذلك، لا بد من تسمية وقت السداد. لقوله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ولمطلع الآية إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ينظر هل الاستدانة جائزة بلا كراهة أم أنها قد تكره. الاستدانة على وجه الإجمال لغير حاجة تكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. إلا أن ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تكثر من الاستدانة، فكان قائل يقول لها يا أم المؤمنين لما تكثرين من الاستدانة؟ قالت إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. قالت أنا أريد الأداء. قال أيضا العلماء في هذا الصدد وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في شعير استسلفه. وقال جابر رضي الله عنه كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني. فالدين للحاجة جائز ولغير الحاجة يكره، وبالله التوفيق. وليحرر حديث نفس المؤمن معلقة بدينه وإن كنت أراه إلى الضعف أقرب. قال تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، استنبط منها النهي عن إضاعة المال، النهي عن إضاعة المال، لأن الله أمرك بأن تحتاط وأن تأخذ حذرك. وفيه أيضا الابتعاد عن الظنون والشكوك من باب إنها صفية. قال تعالى ذلكم أقسط عند الله، أعدل عند الله، وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وأدنى يعني أقرب إلى عدم الارتياب. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، كل يوم تبيع وتشتري، تبيع وتشتري، مني وأنا من أنت، مني وأنا منك، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، ليس عليكم إثم. فمن هنا استل بعض العلماء التأكيد على الديون إذا لم تكن تجارة، لأن الإثم موضوع عن من؟ عن التجارة. الديون التجارية خذ وهات يوميا،
مندوب مبيعات ينزل يأتي يسلم ويستلم. فإلا أن تكون تجارة حاضرة تديرنا بينكم فليس عليكم جناح، ليس عليكم إثم ألا تكتبوها، لكن إشارة إلى أيضا أن الأفضل الكتابة. قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم في حال عدم وجود الكتابة، في حالة عدم وجود الكتابة أشهد، أشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب الذي كتب بينكم، لا تهدده وتقول إذا شهدت علي سأفعل بك، ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا أي إن آذيتم الكاتبة أو الشهود فإنه فسوق بكم، فأنتم فساق، أي بكم فسوق، كما في الحديث: إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية، فإنه فسوق بكم. استدل به على وجود فسق دون فسق، إنه فسوق بكم استدل به على وجود الفسق دون فسق. واتقوا الله ويعلمكم الله، تقوى الله سبب في الخير من الله، ومن الخير أن الله يعلمك، يعلمك ما لم تكن تعلم. هناك علوم، بل كل العلوم أصلها من الله، وإن كان التعلم سببا، كان التعلم سببا، لكن يمكنك أن تتعلم ولا تفهم، لكن تتعلم وتذاكر وتفهم هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. علوم تتأتى بعدم كبير التعلم كالرؤية مثلا، على سبيل المثال الرؤية، من الذي علمها ليوسف عليه السلام؟ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. هناك علوم الله سبحانه وتعالى ييسرها على العبد دون أن يبذل فيها كبيرة علم، أمور تحتاج إلى تعليم حتى تفهم وتفقه، ولكن الله يزيدك فهما. ألا ترى أن المدرس المعلم قد يشرح الدرس شرحا جيدا، والسامعون منهم من يفهم الدرس فهما تاما، ومنهم من يفهم نصف الدرس، ومنهم من يفهم ربع الدرس، لاختلاف العقول. وقد ضرب الله لذلك مثلا جميلا جيدا في سورة الرعد، حيث قال: أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء، والماء شبه بالعلم، مثلا ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل وادي يأخذ الذي يكفيه، وديان ممرات المياه، وديان متعددة، كل وادي يأخذ القسط الذي يكفيه. إذا كان عندنا قدور، أنت معك قدر صغير وأنا معي قدر أكبر، وهذا معه قدر أكبر وأكبر، كل واحد معه حل، يعني يسموها المصريين حل، قدر كبير، إناء كبير أو إناء صغير، كل واحد جاب قدره، وضع القدر، نزل المطر من السماء، فذو القدر الصغير امتلأ قدره، ذو القدر الكبير الإناء الكبير امتلأ إناؤه، كل واحد على حسب حجم الإناء، كذلك كل واحد على حسب فهمه، على حسب فهمه. الدرس يلقى، واحد فهم الدرس 100%، واحد فهم 50% على قدر فهمه. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، الشبهات التي قد تتأتى وتطرد، وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، متولى تشعل النار على الذهب ينصهر يطلع رغاوة التي هي الصدى ونحو ذلك، لكن هذه ليست تعنينا في المثل. قال تعالى: اتقوا الله ويعلمكم الله. أحيانا وأنت متخفف من الذنوب تفهم المسألة فهما جيدا، يعني يأتي الخصمان يشرحان للقاضي، الحيثيات واحدة، يعني
أصبح عند قاضيان ينظران في القضية، والخصوم أبرز الحجج أمام القاضيين، يبقى النظر في قضاء القاضي، في قاضي يفهم القضية على وجهها الصحيح، القاضي لا يوفق لفهمها. ألم تروا أن الله قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. القضية هي القضية، ليس فيها كلام زائد ولا كلام ناقص، لكن المطروح واحد، المطروح شيء واحد، ولكن سليمان فهمه بطريقة أفهمه الله إياها وداود أفهمه الله إياه. فمن الذي علم سليمان الوجه الصحيح للقضاء في القضية مع أن الحيثيات واحدة؟ والقصص الأخرى لسليمان مع داود لما جاءت المرأتين كل واحدة تدعي الدعوة واحدة، الذئب أخذ ابني وهما معهما ولد، ولد كل واحدة تدعي أن الولد له وأن الذئب أخذ ابن الأخرى. فقضى داود أن شق بين، قضى أن يعطى الولد للكبرى. جاء سليمان أفهمه الله أمرا وهو أمر القرائن، يعمل القرينة، فقلنا شقه نصفين بالسكين ونصف هنا ونصف هنا وخلصنا من المسألة كاختبار. قالت الكبرى لا تفعل يرحمك الله، قالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، فعلم من القرينة أن الولد للصغرى. هي القضية المطروحة واحدة، لكن من الذي أفهم هذا الوجه الصحيح للقضاء وأفهم هذا الوجه الصحيح للقضاء؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فعلى أي عالم أو أي قاض أو أي مفسر أو أي شارح أن يستعين بالله في كل وقت وحين حتى يفهمه الله الحديث، كما قالوا أحيانا بعض العلماء يذهبون للإمام الشافعي في مسألة فقهية يسألهم عن الحديث، عن حديث رسول الله، يخبرونه هو يستنبط منها ما لم يستنبطه الذين حفظوا الحديث. طب أنت قلت لي كذا والحديث يفيد كذا، نفس الإفادة التي تسأل عنها موجودة في الحديث، ولكن الله يعطي من يشاء سبحانه وتعالى، الأفهام تقسم كذلك. اتقوا الله ويعلمكم الله، لا نقول يعني اترك التعلم والعلم ستشربه، لكن لا، تعلم ولكن ستفهم العلم على وجهه الصحيح. ألم تروا أن الأطباء، جل الأطباء تعلموا الطب ودرسوه، ولكن أن تشخيص حالة المرض واحد يتقن التشخيص، بس يقول لك لا في خلل، وإن أتقن كلهم التشخيص يختلفون في وصفات العلاج. من الذي قد يلهم إلى شيء يوفق إلى شيء لم يوفق إليه غيره؟ من وفقه الله سبحانه وتعالى. فقوله اتقوا الله ويعلمكم الله عظيم، له عظيم الأثر في فهم مسائل الدين ومسائل الدنيا على السواء. الذين اخترعوا الاختراعات وابتكروا الابتكارات، كلهم، كل من ابتكروا الابتكارات واخترعوا الأدوية، دواء كذا المرض كذا، إنما وفقهم الله أثناء البحث، وما التوفيق إلا بالله. ضابط المباحث قد يحقق في القضية ولا يفهم، يأتي خيط رفيع، خيط رفيع يدله على المتهم، يدل على المتهم، فيبدأ يمسك هذا الخيط ويمشي وتسلسل. صدق الله إذ قال واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. من التتمات في هذا الباب أن هناك فارق بين الشهادة والرواية، فإذا المرأة روت شيئا عن رسول الله لا نقول لها هات امرأة أخرى، لأن الله قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فالمرأة الرواية تختلف عن الشهادة، لأن المرأة أتت موسى عليه السلام فقالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ما قال ائتني بواحد
واحدة معك تشهد ولا أن والدك استدعاك؟ والنبي استشهد بالمرأة المرضعة، استشهد النبي بالمرأة المرضعة، والله أعلم. وكان الناس يذهبون أرسالا إلى أسماء بنت عميس تحدثهم بالذي سمعت من رسول الله، لكم يا أهل الحبشة هجرتان، لكم يا أهل السفينة هجرتان، ويصدقونها وينقلون عنها. فالدراية تختلف عن الرواية، عفوا الرواية تختلف عن الشهادة. وأيضا في الباب أن الناس إذا نسي وذكره واحد أن التذكير معتمد، لأن الله قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ثم إن الله تبارك وتعالى قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، خذ رهنا. أنت طلبت مني في السفر فلوس 100 جنيه في السفر، 200 جنيه، 1000 جنيه، أنا مسافر أنا وأنت، ما في عندنا كاتب، قلت لي خذ ساعتي، فأنا أخذت منك الساعة مقابل 1000 جنيه، لما ترجع تروح تجيب لي 1000 جنيه وتأخذ الساعة، فرهان مقبوضة. فالآية أصل في الرهن أيضا. قال رسول الله، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير استسلفه منه. ففي رهن في السفر والحضر، في السفر والحضر، السفر هذا دليله. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا ممكن أن أستأمنك وأنت تستأمني، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. المستأمن يؤدي الأمانة وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة، لا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. آثم قلبه يعني فاجر قلبه، والعياذ بالله من فجور القلب. فيه أن كتمان الشهادة من الكبائر العظيمة، من يكتمها فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه، والله بما تعملون عليم. في الآية جملة فوائد، من هذه الفوائد إذا تناولناها، تناولنا الآيات من أولها، قل إذا تدينتم بدين، قلنا إن السلم الآية أصل فيه، في السلم، وبيع موصوف في الذمة، بيع لي طن رز مصري ذو حبة رفيعة نسبة الكسر فيه 5%، حددت ماذا الآن؟ حددت بالضبط. الله أكبر، الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ففي الآية تجويز السلم وبيع مرصوف في الذمة. تقول لشخص أنا أشتري منك طن رز، حددت الوزن وحددت الصنف وتممت التوصيف، رز مصري رفيع الحبة نسبة الكسر 5%، حددت تماما الرز، إذا حددت الوزن طن، حددت الصنف رز مصري موصوف بثمن 2000 جنيه الطن، حددت الثمن، أستلمه منك في 1 رمضان، حددت زمن التسليم. فالرسول قال من أسلف فليسلف في صنف معلوم وكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم، فهذا السلام جائز. أيضا في الآيات الابتعاد أو الحذر من التلاعب، لأن إذا كان المدين هو الذي سيكتب أو الداء الذي يكتب ممكن يتلاعب بالألفاظ، وصور التلاعب كثيرة جدا الآن. قال تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أحيانا الآن كم من قضية عاشرناها خضنا فيها، أحيانا الدائن يكتب الورق فيكتب سطرين ويترك فراغا ويقول للرجل وقع، يوقع فإذا ماطل يقص السطرين ويكتب هو ما يشاء والتوقيع موجود ويرفع عليه قضية بالملايين عياذا بالله. فالكاتب فهم هذه الأمور، الكاتب يفترض أنه يفهم هذه الصور من صور التلاعبات، ولن يعنيه أن يترك فراغا أو لا يتركه. أيضا قوله تعالى وليملي الذي عليه الحق يتضمن شيئا وهو إقراره أنه مدين، ليس بمضغوط، قل أنا علي اكتب استلف فلان ابن فلان مبلغ قدره كذا وكذا، يقر على نفسه. فمع التوقيع إقرار باللفظ، مع التوقيع إقرار باللفظ أيضا. في الآيات الحث على تقوى الله سبحانه وتعالى وليتق الله ربه، وفي النهاية واتقوا الله يعلمكم الله كما هو معلوم. في الآيات إن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، إذا من الناس من هو سفيه ومن الناس من هو ضعيف. فهناك مدارس ظهرت هذه الأيام، يقول مدارس البرمجة العقلية، بل مفسرون مشهورون من المسلمين المعاصرين يقول متفلسفهم إن النعم التي أعطاها لكل عبد متساوية، لكن هذا قد يعطى من العلم وهذا قد يعطى من المال وهذا قد يعطى من الصحة وهذا قد يعطى من العقل، فيقاعد هذه القاعدة، وهذا كلام باطل. لأن إذا أنعم الله على أحد بنعمة الإيمان لا تعدلها أي نعمة أخرى، يعني إذا كان الله أنعم على هذا الشخص بنعمة الإيمان والثاني أنعم الله عليه بنعمة المال لا تكافؤ أبدا بين المال والإيمان. فما يقرره بعض المفسرين المتفلسفين إن النعم التي أعطاها الله للعباد كلها متساوية إلا أنها تتفاوت في صورها، كلام غير صحيح وغير وعلى غير دليل. فبل من الناس من هو مؤمن ومن هو كافر، ومن الناس من هو سفيه ومنهم من هو عاقل ومنهم من هو قوي ومن هو ضعيف. قال تعالى في كتابه الكريم فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا، فيمكن أن يكون من الناس من هو سفيه والذي لا يحسن التصرف. نعم، إذا كان لأحد أي سؤال في الآية المباركة فليتفضل بطرحه. آية الدين، الأمر بالإشهاد وأشهدوا إذا تبايعتم، أمر على الاستحباب. ما الصارف له؟ الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي بعيرا ولم يشهد، فجاء الأعرابي لما التف حوله الناس وتباطأ يا محمد إما أن تشتري وإما أن أبيع لغيرك، قال لم أكن اشتريته واشتريته منك، قال ما اشتريت مني شيء، من يشهد لك؟ في قصة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه.
فالأمر بالإشهاد في البيوع أمر استحباب وإرشاد وندب. نعم. في السنة بالشيخ صارف فاكتبوه. نعم. هل في السنة صارف لقول فاكتبوه؟ إذا تدينتم بدين الأجل فاكتبوه مسمى فاكتبوه من الكتاب صارف وهو في إن أمن بعضكم بعضا. والنبي استدان من جابر ولم يكتب. نعم. المرء مرهون بدينه وإن كان كثيرا أو قليلا. في سنده فقال، والحديث الآن بردت عليه جلده لا يصح، لا يصح. نعم. حديث يغفر للشريك كل ذنب إلا الدين. ماله؟ صحيح مسلم. اي لكن اتكلم على نفس المتن بس. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.